استهدف تقريبا ان شاء الله من 1500 الى 2000 عائله. كل يوم من أيام الأعياد عندنا نحر مجموعة من الأضاحي توزع على العوائل المستهدفة النازحين داخل العراق وكذلك اللاجئين من البلدان العربية وبالتحديد القطر السوري. طبعاً إحنا كل سنة نقوم بهذا العمل التطوعي، وعملنا ما يقتصر فقط على توزيع لحم الأضاحي، بل عندنا مساعدات بشكل مستمر نوزعها على هاي العوائل المتعففة. والله ست أتشكر هالمنظمة كتير، صار 3 سنين يساعدوني، جابوا لي طباخ 3 سنين يشترون ملابس العيد لجهالي، ويعني هواية شغلات حتى ينطوني فلوس كمان. السلام عليكم، أيامكم سعيدة، كل عام أنتم بخير. نشكر منظمة ويكر على المساعدات، جزاهم الله خير، ما قصروا ويا الأيتام هذا العيد وفرحوهم ملابس وهسه ضحايا، جزاهم الله خير ما قصروا ويانا.